الغالي ابو عبد العزيز. يا هلا والله، مساك الله بالخير. الله مساك الله خير ابو عبد العزيز. الله يحييك والله ابو عبد العزيز، اللي ونفرح والله بزيارتك. الله يرفع قدرك. والله هم الفائده، انا عندي تطبيق صراحه جميل جدا. يا سلام. وبصراحه انا اقول لك ولمتابعينك، كل من يريد الخير، كل واحد منا عنده خادمه، سائق او عامل، او يمر يشوف في طريقه شخص غير مسلم، الامر الان صار سهل، لا يحتاج منك لا اتصال ولا شيء. هذا التطبيق اسمه تطبيق بلغني، عشان بس تشوف بلغني الاسلام، موجود في الابل ستور. اي نعم، تضغط عليه. ايوه ابو عبد، تضغط على التطبيق ثم تروح للدعوه الى الاسلام. يا سلام. وتكتب اسم العامل، او مو بلازم يعني، اهم شيء تكتب رقم جواله. جميل. وتحط لغته. طبعا اللغات مطلعينك جميع لغات العالم، انجليزي، هندي، بنغالي. ادي انا قدر المستطاع انك اذا كنت تعرفها، هندوسي، مسيحي، يهودي. جميل. اي ذكر او انثى، بلد الاقامه، ثم تحط ارسال. ارسال طبعا. نعم. من توفيق الله عز وجل وفضله. نعم. تم لله الحمد طلبات اللي سويتها، رفعت احدهم كان عامل عندنا، والله يا ابو معاذ انه جالس له فتره عندنا سبحان الله في المدرسه، ما فكرت صراحه اني يوم ادعو الاسلام. يوم جاب يمشي اخذت رقم جواله وحطيت الرقم، اخذت يومين ثم جتني رساله من مكتب البديعه والله الحمد، قال نبشركم باسلام. الله اكبر. من الله ارسلتم بيانات الى تطبيق بلغ. الحمد لله. الله الله اكبر. الله يجزاك خير وبعد اسلم. انا اقول والله الحمد، يعني امر بسيط جدا الانسان يستطيع ان يعمله ويقدمه لينفع له.